الفصل الخامس عشر في ذكر الرضا. أعلم أن مقام الرضا أعز مقام خلقه الحق تعالى في الوجود. الله أكبر، اسمع يا ابن حجاز. وأعظم ما يدخل على الحق من المقامات أن يعلم أن عبده راض عنه فيرضى عنه الحق تعالى. ولا بد من رضاء العبد والمعبود حتما لزاما. قال تعالى في الذكر: رضي الله عنهم ورضوه عنه. فعلمنا ها هنا أن رضاهم مثل رضائه، لا بد لهم منه ولا بد له منهم. ومن الذي رضي أولا؟ هل العبد؟ ومن الذي رضي أولا؟ هل العبد أم الرب؟ العبد لا يبدأ إلا إذا بدأ الحق تعالى، فهو بدأهم من الأزل. يوم ألست بربكم، فإن له الأولية المطلقة في كل شيء. وما الرضا إلا استطعام مرارات الأحكام بحلاوات القلوب. هاي قوية. وما الرضا إلا استطعام مرارات الأحكام بحلاوات القلوب. شلون؟ عطنا مثال سيد الحجازي. إنك رضيت بالحب اللي صدر عليك الله سبحانه وتعالى بواسطة البشر طبعا. أيوة. فإذا رضيت بهذا الحب في لذة العقوبة اللي نزلت، فهذا تمام الرضا. يعني غلط إنك تقول استغفر الله حسبنا الله ونعم الوكيل؟ ليه؟ حسبنا يكفينا الله ونعم الوكيل. يعني جوز الحسبنة. ولذلك الخليل قالها وقت أن ألقي في النار، فالنار أحرقت وثاقه. الله. أول من قالها الخليل. عليه السلام إبراهيم. خاتم الإمام مالك: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان الصحابة لما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شهد الله لهم بذلك. فيقول: إذا بليت فتح بالله وارض به، لأن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. بعدين: إذا بليت فتح بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك من خير، والله ما لك من أحد، والله ما لك من خير سوى الله. حسبك الله في كل لك الله، حسبك الله في كل لك الله. والله ما لك غير الله من أحد، حسبك الله في كل لك الله. قل حسبك الله. القرآن قال ربنا أنزل هذه: قل حسبي الله علي توكل المتوكلون. فأنت الذي لا تتعارض مع دي. الرضا هو هنا أسلوب مشاكلة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال رضي الله عنهم إن عوضهم أهلا خيرا من أهلهم. يعني دلوقتي لما الناس هاجروا من مكة للمدينة، أهل المدينة كانوا أحسن لهم من أهليهم اللي تركوهم في مكة. هذا من الرضا. سبحان الله. قول ما شاء الله مولانا الحجازي. كل يوم عندي قبر السيد ولا يقول لي بشر الشيخ رمضان الحجازي أن عيونه حتفتح. الله أكبر. السيد يقول. السيد يوسف الرفاعي. قال لك كده. إيه. الله أكبر. يعني فعلا؟ يا رب. يا رجل يبقى في الآخرة. يمكن أن حتفتح معاك. أنت رضيت في حالة الرضا عن عفوا شغلة عدم الرؤية؟ هذا البصيرة ولا البصر؟ شوف يا سيد عبد الله بن أم مكتوم مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعمى، ما قالوش يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. قتادة قال للرسول صلى الله عليه وسلم صح، فرد عليه بصره. الثاني رضي بالقضاء. اثنينهم سيام في الجنة؟ ايه نفس المستوى. ها الصحابة في الجنة. رضي الله سيدنا بعد اذنك. دكتور رمضان صحيح ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون سلب نور عينه، لكن عنده نور البصيرة، نور قلبه عمران. ما شاء الله، الله أكبر. أكبر. ما شاء الله، الله أكبر. يعني بسم الله ما شاء الله. صحيح نظر الروح هذه إرادة الله، لكن هل قصر في التفسير والفقه وما شاء الله ما قصر الراجل علامة قبل يده. اي طبعا ابوس طبعا. الله 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 اكبر. نمشي ولا لا؟ هذا حق الله.
زي مولانا الإمام علي زي العابدين الإمام الرضا جدنا في خراسان حالة الرضا دخل عليه الزهري اللي قام قيد لما قيد صلاح منو اللي قيده المأمون فقال له خلع هو من يدينا ورجلنا الحديد ودخلنا هم مرة ثانية قال له ليش قال أنا خلاص رضيت بحالة الرضا زين مولانا نبي الله يونس لما بالحوت لما قال لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين كان هو يعني يرضى ولا كان توسل هذه الكلمات كان بيقول قبل ما يروح عند الحوت بمدة يعني بسنين الله الملائكة قالت له يا رب هذا صوت تعرف عليه قال يعني قبل المحنة فتعرف عليه في الشدة الله أقبلت الكلمات تحن حول العرش الله أكبر فربنا استجاب له وكشف عنه ما به بينما فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل جبريل بدأ يحط من قاع البحر طين يحطه في فم فرعون يحوسه الله مع أنه أسلم ما أسلم هو أولا لو كان عاش لما بنو إسرائيل عبدوا العجل كان حيعبدوا معهم لأنه قيد نفسه بهم ثانية الكلمة طويلة أطول من كلمة لا إله إلا الله وأنا قلت لكم مثل زمان لما واحد قال للواحد السلام عليكم قال له عندي مكالمة دولية مخلصة برد عليك يا سلطان يا رب قال له كان زمانك رديت السلام الله أكبر كويس أهم أطول لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل ولا لا إله إلا الله مجد كلام طيب ولا يؤمن ولا يتم الدخول في الإسلام إلا بكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإنها قرينة الجلال إنما أي اسم من الأسماء الثانية لا يدخل بها الإسلام مدد مدد يا سيد يوسف مدد خلنا نكمل لحظة نكملها وأما الرضا إلا استطعام مرارات الأحكام بحلاوات القلوب وتلقيها بجنان الفؤاد بحيث لو أرجع لما كان فيه لو أرجع لما كان فيه أولا لرفضه واستحلى ما جابه جلبه الحق تعالى له وما جد له حديثا في الحضرة وهذا مقام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه عندما قال ليس في الإمكان أبدع مما كان وهذا هو الرضا يا إنسان.